إنه فعلا أن الانتصارات التي تحصل عليها دولة الجزائر هي انتصارات وفوز عظيم وهزيم لبني صهيون إسرائيل بكل تأكيد، ونحن نفتخر ونعتز بكم شعب الجزائر العظيم. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام أبو الحاج. برحب بكم أحباب الفلسطينيين أينما كانوا وعلى مدار الساعة وفي كل وقت وزمان. أحباب الفلسطينيين المؤمنين بأن القضية الفلسطينية قضية حق، وأن الاحتلال سيزول حتما ما. بخصوص ما بنقوله أن الاحتلال سيزول حتما ما، وعلى سيرا على نهج قناتنا كل هيتكم بتعرفوا أن احنا بنتحدث عن أخبار أهلنا وشعبنا وأحبابنا في دولة الجزائر العظيمة. بخصوص هذا الموضوع اليوم، موضوعنا حسب ما هو مكتوب في العنوان أن الجزائر هزمت إسرائيل. بس قبل ما نبلش، يا ترى أحبابنا الجزائريين هل شافوا العمل الفني اللي عملوه إخوتنا الفلسطينيين وأهدول شعب الجزائر؟ هل شفتوا الفلسطينيين هم بيقولوا تسلم أيادي الجزائريين في الفيديو والكليب الغنائي اللي عملناه مهداة لشعب الجزائر؟ اللي ما شافوش والله راحت عليه نص عمره. ومن بداية بنشكركم لدعمكم لقناتنا، بنشكركم لوصولنا ما يقارب 82 ألف مشترك، قربنا على 100 ألف، إن شاء الله نقرب ونحتفل مع بعض. عهدنا بعض سويا أن يبقى أسلوبنا وحديثنا في هذه القناة، قناة حسام أبو الحاج، أن نتحدث بها مدافعة عن فلسطين وشعب الجزائر العظيم، لأنهم هم الشعوب الذي ما زالت بينهم المحبة والمودة والرحمة والارتباط. اللي ما شافش العمل ينزل يشوفه، هي موجود في الوصف كليب غنائي تسلم أيادي الجزائريين، موجود تحت هيو، روح شوفوا وغنوا وصلونا يا للنص مليون، قرب على قلت 300 ألف مشاهدة، وصلونا يا للنص مليون والمليون. خلي كل شعب الجزائر العظيم يشوفه ويشوف الفلسطينيين ايش بيعملوا عشانهم، وفرحانين وابتهاجا في كل فرح لإلهم ومدافعين لهم بالدم والسلاح وبالروح وبالقلب. المهم، عنواننا لهذا اليوم الجزائر هزمت إسرائيل كيف؟ خلينا في البداية نتذكر المؤامرات. هزمت إسرائيل طبعا بانتصاراتها وبفوزها، وخصوصا الفوز الأخير بكأس العرب. كتير بنعرف أنه ما حد كان بتمنى أنه الجزائر تفوز، وخصوصا دولة المحتل الصهيوني. لما بنقول الجزائر هزمت إسرائيل، فعلا هذا قولا وحقيقة. كيف؟ تعالى نحللها مع بعض. قبل ما تكون المباراة أو قبل ما يكون كأس العرب، بنتذكر المؤامرات العديدة التي أتت لدولة الجزائر العظيمة من الدول المطبعة من المغرب وفرنسا، الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني. كمان إسرائيل حاولت واعتقدت أنه ممكن أنها تطمس القضية الفلسطينية، أو تطمس القضية الفلسطينية باتجاه الجزائر، أنها تطمس تخلي الجزائر ما تدفعش عن القضية الفلسطينية. صدقا قلنا لكم مليون مرة إخواننا الأعزاء أنه إسرائيل هدفها الأول والأخير، سواء باتجاه الدول العربية أو باتجاه الجزائر أو باتجاه هو طمس القضية الفلسطينية، لكن خابوا، وإن شاء الله مش هيقدروا أنهم يعملوا أي حاجة، لأن القضية الفلسطينية قضية حق. كمان لما بنقول الجزائر هزمت الاحتلال الصهيوني إسرائيل، يعني فعليا احنا بنأكد هذه الهزيمة بأنه الجزائر دخلت في اغتيال أبنائها الجزائريين، ومشت واستمرت بقوة، وما سقطتش، يعني ما نمتش، إنها هي انكسرت لما صار في عند الشهداء. الجزائر هي بلد المليون ونص شهيد، يعني قبلها واجهوا حروب مع الاستعمار الفرنسي، وإلهم شهداء وإلهم ناس وإلهم أهالي شهداء، أراضيهم غرقت بالدماء، يعني له أول شهيد وله آخر شهيد. هذا بالنسبة للجزائر. بعدين أجت مرحلة التآمر على دولة الجزائر والتشكيك في تاريخها العظيم من قبل دولة فرنسا أو من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون، واعتقد أن الجزائر ما لهاش تاريخ عظيم، وهتعتبر برضو مؤامرة. هم كانوا يسعوا لهزيمة الجزائر، أنهم يقولوا الجزائر ما لهاش تاريخ عشان في يوم من الأيام أن الجزائر تنهزم أمام تفاهات
لكن الجزائر لها تاريخ عظيم، لها نضال عظيم، لها شهادة عظيم يشهدها الجميع، يشهدها الشهيد والحي، ويشهدها التاريخ، ويشهدها كل العالم، كل العرب، حتى بني صهيون يشهد التاريخ العظيم لدولة الجزائر. بعدها مررنا في المؤامرات التي أتت من دولة المغرب إلى الحكومة الجزائرية، وصارت مشاكل وصارت مناوشات وصارت قصص، ولكن الجزائر استمرت. بعدها أجت المباراة، مباراة الجزائر، واجهت الجزائر والمنتخب الجزائري الوطني الجزائري واجه يعني تواجه أمام أمام الدول المطبعة ولكنه نجح، وواجه أمام الدول السلمية ولكنه نجح، إلى أن وصل لكأس العالم وبحمد الله انتصر. هذا الانتصار ليس هين جدا على إسرائيل وأعوانهم. بكل تأكيد هم كانوا يتمنون الخسارة لدولة الجزائر، بكل تأكيد الجميع كان يتمنى الخسارة لدولة الجزائر، لكن علميا وحقيقة إحنا لما بنيجي بنفكر الجزائر يا ترى ربنا ليش معطيها كل هاي القوة وليش معطيها كل هذا الانتصار؟ عارفين ليش؟ لأنهم فعلا هم أشخاص أصحاب ضمائر حي، أبناء الشهداء، أبناء الأبطال، أصحاب عن جد، لما مقتنعين تماما أنه ربنا لما بده يحميهم، مقتنعين تماما أن القوة من عند الله عز وجل، مقتنعين تماما أن التوفيق والجهاد والرباط، أن كل شيء يأتي من عند الله عز وجل ولا يأتي من العبد، الباقي كله عباد الله. طالما هم مرضين رب العباد، فالعباد زي ما بقول لك رضا الناس أو رضا العباد غاية لا تدرك. فبكل تأكيد الرضا إن كان مطلوب فهو الرضا من عند الله، وربنا عز وجل راضي على أهلنا في الجزائر، من انتصار إلى انتصار، من فوز إلى فوز، من نجاح إلى نجاح، ومن رقي إلى رقي، وهذا شهدناه في الأيام الأخيرة. دوما على شعب الجزائر وحكومة الجزائر العظيمة، وبكل تأكيد كلنا بنشهد سبحان الله. حتى الشهداء ورؤساء الجزائر كانوا منهم منهم هوارة وبنديام، للأمانة يعني كانوا ناس عندهم ضمائر صاحية لحد الآن. سبحان الله رئيس تلو الآخر يأتي وهو عنده ضمير صاحي، حتى عبد المجيد تبون حتى الآن حفظه الله ورعاه. كمان بدنا نيجي نفكر فيها صح، ليش الجزائر بتدافع عن فلسطين؟ لأنه الجزائر مرت في ظروف قاسية جدا، مرت بحروب، مرت شافت شهداء، شافت بصر شو، فحسين بهذا الألم. فسبحان الله ما بحسش بألمك إلا اللي جرب، فاللي جرب حاسس بالألم. فبكل تأكيد أهلنا في الجزائر هم أصحاب حق، وعارفين أنه القوة، ما فيش قوة راح تهزمهم في الدنيا غير قوة الله عز وجل، وقوة الله دوما واقفة في صفهم بإذن الله تعالى. كمان هم متأكدين انه لما احنا بندعي انه شعب فلسطين او ارض فلسطين هي ارض مصر رسول الله الكريم، هي ارض المحشر والمعشر، ارض المحشر، ارض الذي سيقام بها يوم القيامة، مقتنعين تماما اذا اصحاب هذه الارض دعت لهم من كل قلوبهم فبكل تأكيد سيكون هذه الدعوة مستجابة بإذن الله تعالى. ونحن في أرض فلسطين، من أرض القدس، من أرض غزة، من أرض الضفة، من أرض فلسطين كلها، ندعي لكل شعب عظيم يقف بجانب القضية الفلسطينية وخصوصا الشعب الجزائري الحبيب، ندعي لهم من قلوبنا بالتوفيق والسداد، وأن يرسم لهم الأمل والنجاح والتألق بإذن الله تعالى. فدعوتنا مستجابة دوما عند الله عز وجل. فبكل تأكيد هم لما بيلجأوا، لما بكونوا متأكدين من نجاحهم وتألقهم، عارفين أن قلوب الفلسطينيين دوما معهم قلبا وقالبا، مثلما قال رئيسهم: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. ورئيسنا قال: إن ضاقت بكم الأرض فلن تذهبوا إلى أرضكم وشعبكم في دولة الجزائر. فبكل تأكيد والحمد لله نحن متأكدين بهذا الحب. شعب الجزائر شعب عظيم، شعب مغوار، شعب بيستحق النجاح، بيستحق التألق، شعب ما زال محافظ على القضية الفلسطينية. صدقوني القضية الفلسطينية مش محتاجة إلا ناس أصحاب ضمائر حية. القضية الفلسطينية بكل تأكيد جيش القسام والجيش الفلسطيني يضرب بيد من حديد، وهزم إسرائيل كذا مرة، لكن بكل تأكيد ما زلنا محتاجين أصحاب الضمائر الحية، البلاد الحرة، البلاد العربية الحرة. كل واحد عربي بطبع مع إسرائيل صدقا بضيع حق كل فلسطيني، بدوس على دم كل شهيد، بدوس على دم كل جريح.
فبكل تأكيد كونوا ضمائركم صاحية. إسرائيل اليوم ولا بكرة، ومش صح أقول إسرائيل، بني صهيون اليوم ولا بكرة حيزول، يعني حيزول لأنه جبان، حيزول يعني حيزول. هيك كانت حلقتنا لهذا اليوم متابعينا الكرام. حبيت بس أوضح أنه فعلا أن الانتصارات التي تحصل عليها دولة الجزائر هي انتصارات وفوز عظيم وهزيمة لبني صهيون إسرائيل بكل تأكيد، ونحن نفتخر ونعتز بكم شعب الجزائر العظيم. من فلسطين، من أرض القدس، من غزة العزة، بنرحب بكم مشاهدينا الكرام في كل حلقة احنا بنعملها وفي كل خاتمة احنا بنعملها. كل التحية والعز والفخر باسم الكوفية الفلسطينية، باسم فلسطين، باسم القدس الشريف. لكم منا كل الحب والوفاء، لكم منا حب كل الحب والتقدير، لكم منا كل الاحترام والود والأمان والاستقرار في بلادكم بإذن الله تعالى، دام اليوم ودام غدا ودام في كل وقت. بهيك كانت نهاية حلقتنا هذا اليوم. في البداية ذكرناكم في العمل الغنائي والكليب الغنائي اللي عملناه لأهلنا في الجزائر، ما زلت بأكد عليكم هي موجود في الوصف. حابين نصل ل 100,000 يا ريت تشاركوا قناتي. أنا عهدت نفسي على أنه قناتي هذه تكون موهوبة للأخبار الجزائرية، وأنا أضل أتحدث عن شعب الجزائر العظيم. وصلونا ل 100,000 مشترك، خلينا نتابع المسيرة ونتابع الجهاد إن شاء الله. من أرض الرباط، أرض العزة، كل التحية لكم. كل التحية أيضا لكل البلاد العربية سواء مطبعة وغير مطبعة، بس اللي عنده ضمير حي انه القضية الفلسطينية قضية حق بكل تأكيد. وبنرجع بنقول احيانا الشعوب تتغلب على امرها من حكوماتها، ولكن الهداية لمن طبع مع بني صهيون، وكل الشكر والاحترام لمن آمن بالقضية الفلسطينية. هي كانت نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حسام أبو الحاج. في نهاية حلقتنا تعودنا نقول القدس عاصمة لفلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى. وعلى قولة الختيار، اللي مش عاجبه يجي يشرب من بحر غزة، غزة العزة التي هزمت وزلت الاحتلال الصهيوني. إلى اللقاء.